انخفاض ضغط الدم عند الشباب عوارضه كثيرة، لكنه ليس مؤشرا إلى أمراض خطرة. الإصابة بانخفاض ضغط الدم تحصل عندما يكون ضغط الدم خلال وبعد كل دقة قلب أقل من المعتاد. انخفاض ضغط الدم يصيب عادة الكبار في السن، ما يؤشر إلى عوارض صحية، علما أن أسبابه متعددة. ولكن إذا أصاب الشباب فيكون ناتجا عن خلل في الجهاز العصبي الذي يؤمن التوازن بين القلب والشرايين، من دون أن يشير ذلك إلى أمراض خطيرة. هبوط الضغط عند الشباب نقدر نقسمه لثلاث أقسام. القسم الأول هو وقت الهبوط بيجي نتيجة تعرض لتعصيب أو لضغط نفسي. السبب الثاني وقت بيصير في تغيير بوضعية الجسم، إذا قعدنا أو نمنا وقت طويل وقفنا فجأة بيهبط الضغط. والسبب الثالث بظروف معينة، بعد أكل، بعد مجهود قوي، أو بعد التعرض، بعد حمام سخن أو التعرض لشمس قوية أو طقس حار. عوارض انخفاض ضغط الدم عند الشباب تتضمن ضبابية الرؤية، الإرباك، الدوخة، الإغماء، فقدان التوازن، النعاس، الضعف الجسدي والغثيان. لتفادي الإصابة بانخفاض ضغط الدم ينصح بالقيام بخطوات عدة، أبرزها تجنب المواد المهيجة كالكحول والوقوف لفترة طويلة أو جلوس القرفصاء، تناول السوائل بكثرة وزيادة الملح على الطعام بشكل مؤقت، النهوض ببطء وترون بعد الجلوس أو الاسترخاء، تجنب الطقس الحار والتعرض لأشعة الشمس، وفي بعض الأحيان ينصح باستعمال الجوارب الضاغطة لزيادة ضغط الدم في الساقين. بالنهاية حيلا إنسان بحس أنه عنده عوارض هبوط ضغط وعم تتكرر، ضروري يستشير طبيبه.